فكرة المؤتمر قامت على مبدأ تبادل الخبرات بين خريجين المدرسة والناس اللي درست معانا مانجمنت، وإزاي طبقوا اللي هم تعلموه وقدروا يحققوا نجاحات في شغلهم في الاقتصاد المصري، سواء من شركات محلية أو من شركات دولية. الجودة في مصر هي البوابة اللي هتقدر تفتح لنا باب تاني لخلق عملة صعبة جديدة بعد ما بدأ الوضع في السياحة والوضع يبدأ. إن المجتمع المصري ابتدى يعاني في آخر 3 سنين من مشكلة زي البطالة الوهمية، إن إحنا بقى عندنا سوق العمل محتاج ناس، وفي نفس الوقت في ناس قاعدة مش لاقية شغل أو مفيش فرص عمل متاحة. طب الفجوة دي جت منين؟ جت من إن هو اللي تعلمه أو اللي درسه بعيد شوية عن الستاندرد الدولي أو اللي مطلوب منه في الماركت أو في البيزنس. دلوقتي منهجية 6 سيجما هي أحدث منهجية لتطوير وإدارة الجودة. منهجية 6 سيجما في حكومات بره ابتدت تشتغل بيها، يعني احنا عندنا دول عندها فرق 6 سيجما بتشتغل ليها، في دول أجنبية ودول محلية، في دول وفرت 5 مليار من عواميد الإنارة في الشارع عن طريق فريق 6 سيجما الخاص بالإيه؟ بالدولة. ويمكن من هنا أنا حابب يعني نفتح زي مبادرة إن احنا نبدأ ناخد الترند ده في القطاع الحكومي، أو إن الدولة تبدأ تاخد الفكرة دي وتبدأ تنفذها وتطورها. احنا مدربين ناس كتير من قطاعات حكومية كتيرة، والناس دي تقدر تنفذ في شغلها وتقدر تحقق نتائج. النماذج اللي احنا هنعرضها النهاردة منها شركات دولية ومنها شركات محلية، الناس دي طبقت واشتغلت وحققت نتائج، والناس هتشوف ده بعينيها النهاردة عشان ندي حافز وموتيفيشن للناس. يمكن أهم حاجة أنا عايز أأكد عليها إن إحنا دايماً ما نفقدش الأمل. يعني إحنا دايماً بيبقى عندنا مشكلة إن إحنا حاطين على كتفنا كده فكرة إن إحنا مش هنقدر نطور، مش هنقدر نغير، ده ما ينفعش في مصر، وده كلام مش حقيقي. أنا بقالي 11 سنة بشتغل أزا كونسلتنت، طول ال 11 سنة دول شفت شركات بتنشأ جوه مصر وبره مصر. خليني أقول لك إن في قطاع حساس جدا، القطاع ده مصر مميزة جدا في إنشائه، مصانع وشركات بتنتج في دول كبيرة جدا أخدين الإكسبرت نوليدج كلها بتاعتهم من الناس اللي عندنا في مصر، لدرجة إن هم بيعملوا عندنا هيد هانتنج، يعني بيخطف مني موظفين ياخدهم بره في أوروبا عشان يشتغل بيهم. ناس كتير في مصر بتشتري منتجات وبتشتري حاجات ما يعرفش اصلا انها انتاج محلي، يعني انت بتروح تشتري شوكولاته الكيلو مثلا ب 1000 جنيه، متخيل انها جايه من سويسرا لكن هي انتاج مصري. بتنزل تشتري بدله، البدله ثمنها 4-5 آلاف جنيه، متخيل انها جايه من ايطاليا لكن هي انتاج مصري. احنا محتاجين نعيد الثقه بين المواطن المصري وبين الانتاج المصري، وهو ده اللي احنا عايزين نقوله في المؤتمر. خلي الناس تتفرج، خلي الناس تشوف الناس عندنا في مصر عملت ايه، حققت ايه، وبناء عليه نبدا نعيد الثقه دي تاني. مؤتمر النهاردة بنتكلم فيه عن الجودة ومفهوم الجودة وعلم وعلاقة الجودة في كل حاجة في حياتنا، ومتخصص أكتر بشكل كبير عن تطبيقات منهجية السكس سيجما في مصر وتأثيرها على الاقتصاد المصري. احنا دايما بنقول ان بالعلم وبالمعرفة تتقدم الأمم. النهاردة جميع المؤسسات والشركات المقام أو الموجودة في مصر، المناطق الصناعية الموجودة في مصر، من وقت للتاني احنا دايما بنحتاج ان احنا نطور من أداء العاملين، بنطور من أداء الماكينات والمعدات اللي موجودة، بنطور من استخدام أو كيفية عمليات الصيانة بأفضل شكل ممكن. تطبيقات منهجية السكس سيجما لها أثر كبير، وده علم قديم جدا مش وليد النهاردة، ولكن احنا النهاردة بدأ الاهتمام به. النهاردة ده المؤتمر الأول أو المؤتمر الدولي لتطبيقات منهجية السكس سيجما سكول في مصر. طبعا احنا بنشجع كل الناس، بنشجع المؤسسات ان هم قطاع التدريب الموجود في المؤسسات وفي الشركات ان هم يرشحوا الكثير من العاملين لخوض هذه التجربة التي تحث على الالتزام بمعايير الجودة في جميع التخصصات الخاصة في كافة المجالات، وكافة المجالات سواء كانت هذه المجالات صناعية، مجالات زراعية، إنتاج، صيانة، علم الإدارة، كل حاجة كل حاجة. فالمؤتمر النهاردة ده المؤتمر الأول، وده مؤتمر دولي قمنا بدعوة الكثير والعديد من الدول العربية، مشرفنا كتير النهاردة من الحضور من الموجودين من بعض الشركات وممثلين لبعض الشركات. بالحقيقة عندنا نماذج مشرفة جدا على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الأفراد وصلت في موضوع أنها تحصل على السكس سيجما، وقد ايه هم شايفين ان لها اثر كبير جدا في التطوير ولها اثر كبير في يعني رفع عمليه النمو الاقتصادي وتاثيرها على
الاقتصاد المصري. بالنسبة بقى لو اتكلمنا عن مفهوم الجودة بمشتملاته، الجودة النهاردة يا فندم يعني داخلة في كل حاجة في حياتنا. يمكن كان في العديد من المؤتمرات السابقة اتكلمنا عن الجودة من المنطلق الإعلامي، وإزاي إن احنا نختار إعلاميين على مستوى جيد، إزاي الإعلامي إن هو يكون زي ما احنا بنقول كده إعلام الوان مان شو، إن هو يبقى عنده خبرة ومعرفة أو خلفية عن كل حاجة. ده موجود عندنا في الإعلام. عندنا التطبيقات برضو الجودة في مجال التعليم، وإزاي إن احنا نطور في التعليم، إزاي يكون عندنا استراتيجيات جديدة في مجال التعليم، إزاي إن احنا زي ما الوزارة دلوقتي والدولة مدعمة عملية تطوير التعليم بشكل كبير، احنا بنأيد ده بشكل كبير جدا. عندنا برضو الجودة في المجال الغذائي والصناعات الغذائية، ده المهم جدا. احنا النهاردة بنهتم بصحة المواطن، بنهتم بصحة المواطن، وكان بتوصيات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بصحة المواطن. النهاردة شايفين الفترة الأسبوع اللي فات اللي هي منظومة التأمين الصحي الشامل تم افتتاحها بورسعيد بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلابد يكون عندنا اهتمام، لابد يكون عندنا جودة في كل حاجة، جودة في المستشفيات دي ليها أهمية كبيرة جدا، الجودة في المجال الزراعي، الجودة في الإدارة، الجودة في التعليم العالي، الجودة في عملية يعني استخدام الأساليب الحديثة في التربية. يعني الجودة النهاردة موجودة في كل حاجة في حياتنا. وزي ما بنقول الشعار المعروف لكل الناس كلها اللي احنا دايما بنقوله في كل مؤتمراتنا، بنقول الإتقان بيصنع الجودة والتميز. النهاردة مؤتمر النهاردة اللي هو تطبيقات السيكس سيجما، دي أحد الأساليب الحديثة في الحفاظ والعناية بالجودة في كل حاجة في حياتنا. فعشان كده احنا بنشجع الناس ان هم يتعرفوا على تطبيقات السيكس سيجما والمستويات اللي موجودة فيها، بنشجع الناس وبنشجع المؤسسات انهم دايما يحاولوا يبحثوا على الحاجات الاحدث، على كل الوسائل والمجالات التعليمية اللي من شأنها بتساعد ان يكون عندنا عامل حرفي متميز، عامل مهني متميز. احنا مصر يا فندم مشهورة ومعروفة انها عندها أفضل عمالة فنية على مستوى العالم. العامل النهاردة كل دول العالم يعني بيستفادوا وبيلجأوا للعامل المصري لأنه عنده الخبرة وعنده السكيلز مهارة وعنده النولج. كل الكلام ده إحنا عشان نقدر ندعم العامل المصري ونحافظ على مستوى أداء العامل المصري، لابد إن إحنا ندعمه بأساليب علمية حديثة زي تطبيقات السيجما سيكس سيجما في مصر، ونقدر نفهمه ونعرفه قد إيه هذا التطبيق له شأن كبير جدا، وإن هو بيساعد في الحفاظ والارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري. هي الجودة بصورة عامة هي أسلوب في الحياة بيؤدي إلى أن أنا بقتل أي هوادر عندي ممكن تبقى موجودة في حياتي، ممكن تؤدي معايا في الفلوس في الوقت في المجهود في أي حاجة بعملها ممكن يبقاش ليها فاعلية زي ما أنا محتاجها. فبالتالي أهمية أن أنا أفهم يعني إيه جودة متمثلة في أهمية أن أنا برفع الكواليتي أوف لايف بتاعتي، برفع مستوى حياتي، مستوى الأدوات اللي معايا في حياتي أقدر أستخدمها بالشكل الأنسب بالأسلوب اللي يخدمني وبيخدم المجتمع ويخدم الناس اللي حواليا. أهمية المؤتمر هو بترسيخ أكتر لفكرة الجودة والفكرة أنه كل حاجة نعملها في حياتنا لازم تكون معمولة بالبرفورمانس العالي أو بالأداء العالي. فهي فكرة ترسيخ لفكرة أكتر ما هو علم. فأهميته متمثلة أن الناس يبقى عندها استيعاب أكتر لأهمية الجودة والتشغيل اللي بيحصل فيه جودة عالية، فبالتالي بيبقى عندي هادر معدوم. أنا بشكر الدعوة الكريمة اللي جات لي من هذا المؤتمر. هذا المؤتمر يعتبر بداية أو أول مؤتمر عن السيكس سيجما في مصر، ودي حاجة كويسة ودي باكورة إنتاج كويس. السيكس سيجما أو آليات السيكس سيجما ياريت أنها تكون مطبقة في كل الشركات المصرية في كل المنظمات المصرية. السيكس سيجما أسلوب إداري بيعرفنا يعني إيه روت كوز أناليسز أو يعني إيه تحديد المشكلة وفين المشكلة وإزاي نقدر نحلها، بيوصلنا لأقل نسبة خطأ ممكنة.
وعشان كده احنا تبنينا المشروع ده في شركتنا العملاقة، ان احنا ناخد عدد كبير من المهندسين والإداريين مختلف التخصصات في الشركة، التخصصات الإنتاجية، التخصصات الفنية اللي هي الخاصة بالصيانات، قطاعات المعامل، الأمن الصناعي، القطاعات الإدارية الممثلة في المالية والتجارية والإدارية. كل ده احنا حطينا 2 جروب وبدأنا نشتغل بيهم، حوالي 37 فرد بدأنا نشتغل بيهم على مجموعتين. بدأنا من شهر 10، بدايات شهر 10، الحمد لله رب العالمين، بعد فترة شهرين تقريبا واحنا داخلين على شهر، في تقدم، في تقبل، وده اللي يهمني كمسؤول عن التدريب، ان يبقى في تقبل للفكره وللمجهود الخاص بالعمل او بالتدريب على السكس سيجما. كل ده ان شاء الله احنا متوقعين ان هو في نهايته بيصب في المصلحه العامه، مصلحه شركتنا، ويا ريت هذا المشروع يطبق في معظم الشركات والهيئات والمنظمات المصريه، لان اقتصادنا المصري محتاج ان احنا نطبق فعلا السكس سيجما، محتاج ان احنا نقف جنب بعض وان شاء الله نوصل ببلدنا لاعلى درجات التقدم، وان شاء الله قريب باذن الله. المؤتمر بتاعنا عن الست سيجما وازاي الست سيجما مؤثرة معانا في الصناعة والخدمات في مصر، ومفروض ان في شرح وتلخيص للفعاليات بتاعتها بشكل عام والتطبيقات بتاعتها. بالنسبة للستة سيجما، الستة سيجما بشكل عام هي من التقنيات المهمة جدا في تطوير جودة في أي نوع من أنواع الصناعة أو الخدمات، أي خدمة احنا بنقدمها، سواء ده صناعة أو سواء صناعة أو خدمات أو أي حاجة احنا عامة بشكل عام. انت لو انا عندي بيزنس بيبقى بيعمل حاجة من الاثنين بس، يا اما بيعمل برودكشن أو صناعة يا اما بيعمل خدمة. فستة سيجما مسؤولة بشكل كامل عن ان هي تحدد المشاكل اللي موجودة في أي بيزنس احنا بنعمله، وبتساعد في انها تحدد طرق تطوير، طرق اكتشاف مشاكل البيزنس عشان يوصل لأعلى جودة وأعلى كفاءة دي. بالنسبة لصناعة وتطوير البرمجيات عندنا في مصر، هي يعني إلى حد كبير ظاهرة بشكل قوي بقالها 20 سنة، لكن حتة الجودة بالذات هي اللي لسه محتاجة تطوير شوي، وده اللي احنا لسه شغالين عليه في دراسات بتحاول ان هي توظف ستة سيجما والكابابيليتيز بتاعت ستة سيجما في تطوير البرمجيات بشكل عام في مصر. ان مصر النهاردة مترتبة 136 في برمجيات بشكل عام، بشكل إقليمي كمان مش بشكل عالمي. فعلشان نوصل احنا ننافس دول زي الصين، زي الهند، زي الدول الكبيرة دي، لازم نركز في جودة البرمجيات. طبعا احنا جايين النهاردة على المؤتمر سيجما 6، ده مهم جدا 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 في التطبيقات العملية التي تخص الأعمال للتشغيل والصيانة وخلافه، ودي طبعا مهمة جدا للجودة. وطبعا الاهتمام بالعنصر البشري مهم جدا جدا، كما نهتم بالتكنولوجيا وإدارة المعدات، لازم إدارة الأفراد أو الموارد البشرية يكون لها دور كامل في هذا الموضوع. فهذا المؤتمر بينظم كيفية إدارة المشروعات بالجودة العالية المطلوبة، وده اللي احنا بنقول عليه الكواليتي كنترول، كواليتي انشورنس، مهم جدا 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 في كل الشركات أن يتم تطبيق هذا النظام حتى تنجح المنظومة ويكون هناك سيستم موجود على للأفراد وللمديرين ولكافة أفراد المنظومة حتى تكون العملية ناجحة تماما من الاي تو زد. فلابد ان يكون هناك تسلسل للعمليات وبالجوده المطلوبه، وهذا المؤتمر يوضح هذه النقطه تماما، وهو مفيد جدا لكل الشركات وكل الادارات وكل الهيئات الحكوميه والشركات الخاصه وغيرها، لانه هو مهم جدا 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 في رفع الكفاءه للجميع الافراد
والجودة أهم من كل شيء آخر، لأن هو يهتم بالجودة، وإحنا بنقول عليها quality not quantity، يعني الجودة أهم من الكمية. لما يبقى في مشروع أو اثنين أو ثلاثة بيطبق هذا النظام أفضل من مئات المشاريع والتي لا تطبق هذا النظام، والنتيجة تكون غير مرضية. سيكس سيجما هي من أهم الاستراتيجيز اللي بتستخدم في العالم كله في نقطة الجودة، يعني بشكل عام هي سيكس سيجما باختصار أنا عايز أحسن الكواليتي اللي عندي، وحسن الكواليتي باختصار إن أنا أقلل أي مشاكل ممكن تحصل في الشغل. طبعا دوت بيبقى قائم على دراسات كتير، والسيكس سيجما دي أصلا اتولدت من خبرات كتير قبل كده، يعني في حاجه اسمها تي كيو ام اللي هو التوتال كواليتي مانجمنت وكده، فدي حاجه اتولدت منها. فالسيكس سيجما هي مهمه لكل اي مؤسسه حتى بغض النظر هي شغاله في ايه، يعني الشركه دي شركه الكترونيات، شركه عربيات، اي حاجه، يبقى مهم جدا ان هي تطبق السيكس سيجما. السيكس سيجما عشان تبقى نطورها وتستخدم في شركات كتير لازم يبقى في تيم جوه اي شركه هو فاهم السيكس سيجما دي، لان هي زيها زي اي كونسبت في المانجمنت عامه، هي حاجه محتاجه علم، محتاجه دراسه، محتاجه كورسز وكده. فدي خطوه انا شايفها كويسه طبعا في ان هو يبقى في مؤتمر لحاجه زي كده في مصر، وتبقى بدايه ان احنا تنتشر في مصر كلها، لان احنا لو طبقنا الجوده دي في كل حاجه فاكيد ده هينعكس اولا على شغل الشركات بشكل عام وعلى الناس كلها الشغاله جوه الشركات دي. هي زي ما برضو قلت لحضرتك السيكس سيجما هي جزء من الجودة، في حاجة كتير للجودة، في حاجة اسمها مثلا ايزو، في حاجات كتير، المهم ازاي هنطبق الجودة دي. فدوت وظيفة الناس بقى اللي شغالة في الجودة، فالمؤتمرات اللي بتتعمل والكورسات والحاجات اللي زي دي بيبقى ليها دور كبير، ان هي مش شرط، مش بس ان احنا بنقول للناس معلومات اللي هو سيكس سيجما كذا كذا كذا، المعلومات النظريه دي هتبقى موجوده في اي مكان، انما الانتراكشن اللي بيحصل خلال المؤتمرات دي والناس تقول خبراتها دي بيبقى ليها دور مهم. النهارده انا حضرت المؤتمر وبيناقش طبعا نقط كتير جدا خاصه بالسيكس سيجما. الموضوع جنرال شويه، بس احنا لو هنتكلم عن مجال الاغذيه نفسها هنقول ان الفود سيفتي، مجال سلامه الغذاء والجوده، ازاي ان احنا نقدر ننصح الناس اللي بيتوجهوا للمطاعم او للسوبر ماركت وليفر ان هو اي سلعه استهلاكيه، يتاكد ازاي قبل استهلاكها او قبل شرائها انها اوريدي ما فيهاش اي مشكله، بالذات ان احنا في مجالنا بنناقش شرائح كتير جدا، اهمهم الاطفال والناس المريضه وكبار السن طبعا. ازاي اتاكد ان الاغذيه اللي انا هستهلكها خاليه من اي كونتامينيشن او اي تلوث قد يصاب بضرر بعد كده. دي بتبقى عباره عن توجيهات عامه او ملاحظات ممكن العميل يقدر يعرفها قبل ما يشتري المنتج، زي ان انا مثلا بلاحظ الباكجينج بتاع المنتج او الغلاف بتاعه، تاريخ الانتاج، تاريخ الانتهاء، البراند نفسه كمان ما اشتريش منتج مالوش اي شركه او اي اسم قديم، برضو اتاكد من ان اللي بشتري عنده ده في بيراعي امور النظافه الخاصه بالمكان نفسه، نظافه المكان العام طبعا. لو انا هشتري مثلا منتج مجمد ما اشتريش المنتج فاكك، لو هشتري المنتج مبرد اتاكد ان المنتج درجه حراره الثلاجه 4 بلس، المنتجات العاديه الدراي اللي هي بتبقى في درجه حراره الغرفه اتاكد المنتج اوريدي كده كده باكجينج كويس مش مفتوح ما فيهوش اي كونتامينيشن، ريحه المنتج نفسه، الطعم بتاع المنتج، كل ده بيفرق، لان انا ممكن استهتر باي ملحوظه شفتها قد تسبب لي فيما بعد تسمم. للاسف الفرد العادي السليم ممكن يحصل له تسمم في اليوم من مرتين لثلاثة، بس احنا لاننا جهازنا المناعه بيبقى قوي فالتسمم ده بيترجم في صوره ترجيع، سخونيه، اسهال، لكن الطفل للاسف اللي سنه صغير جهاز المناعه مش هيقدر يحارب الكونتامينيشن اللي موجود او البكتيريا، فممكن قد يسبب له وفاه. ايضا احنا بنقتص قوي وبنخلي بالنا من الناس المريضه او الشيخوخه، لان هو اوريدي الكيرف بتاع جهاز المناعه بتاعه بدا يقل، فهو ما عندوش استعداد ان هو يحارب اي بكتيريا هو اوريدي عنده فيروس. علشان كده احنا بنعمل كنترول جدا في معظم المصانع اللي شغالين فيها او المطاعم، ان احنا نعمل كنترول مش لعدم حدوث، لعدم احتماليه حدوث التلوث. وطبعا دي طبعا دي خاصه بينا احنا،
واجب على كل واحد ان هو يبقى دكتور المكان اللي فيه. انا اولا انا الضمير الداخلي للعميل اللي هو ما بيقدرش يشوفه اللي بيحصل، لازم انا اقول لا لو شفت حاجه غلط، او اقدر امنع لو في اي مشكله تحصل هتضر بالعميل. العميل ممكن يكون ابني او اخوي او امي او ابويا، قبل ما افكر في اي حاجه افكر في العميل هيتناول الغذاء. السكس سيجما هو عبارة عن منهجية بتناقش كيفية الانحراف المعياري الخاص بالبروسس. أنا ممكن مثلا عندي بروسس معينة، لو أنا في مصنع ما بعمل منتج غذائي بيحصل عندي فيه مشاكل في الانتاج بنسب متفاوتة اللي احنا بنسميه في مجالنا الفرييشن مثلا، بقدر أحدد الفرييشن ده عن طريق تحديد السكس سيجما. ببدأ أحسب واحد سيجما قد إيه، اتنين سيجما قد إيه، لحد ما أوصل لست سيجما. طبعا السيجما مش شرط ستة بس، فيه سبع سيجما في بعض الأماكن وفي 9 سيجما زي موجوده في وكاله ناسا، الطيران بيبقى 9 سيجما. ده طبعا لان احتماليه حدوث الانحراف بتبقى اعلى، فانا كل ما اكبر السيجما بتاعتي انا بقدر اعمل كنترول على الفاريشن اللي عندي.